توقعات الأبراج في 2019. 2019 عام الصرامة، يبدأ بدخول كوكب المشتري برج القوس ونبتون في الحوت. هذه التحركات القوية تؤدي إلى بعض التناقضات وتفاوت في الطموح، وهذا الجو يخلق فترة من الشك لمواليد القوس والحوت والجوزاء والعذراء. الحمل، الثور، السرطان، الأسد، الميزان، العقرب، الجدي والدلو هم أكثر عرضة لتحركات الكواكب في العام الجديد، ولحسن الحظ فإن الجانب الذي يشكله زحل في الجيد يجلب استبصار ودقة الأبراج الترابية والمائية والأبراج النارية والهوائية، بذل مجهود كبير للحفاظ على الشعور بالواقع. ثم فإن زحل ينضم ببطء إلى بلوتو، وهذا العبور يعتبر إيجابي للبعض وسلبي للآخرين. في ديسمبر دخول المشتري إلى الجدي لا يترك أي مجال للخيال، وفيه يجب التركيز على العمل، وهو وقت جيد لمن يبحث عن الوظيفة. أعزائي المشاهدين، إذا لم تكن مشترك في القناة فاشترك الآن حتى يصلك كل جديد. التوقعات في 2019 سيتم نشرها فور صدورها، وما تشاهدونه في المواقع الأخرى كذب وتوقعات تعود للسنوات الماضية. تابعونا لتعرفوا الجديد هذا العام. نرجو لكم عاما سعيدا في 2019. شكرا لكم وإلى اللقاء.